الليلة أمسك أي شافع يا أخ في الشارع عشان تعرف ضياع العقيدة وضياع دعوة الرسل. قل لها أهم شي في الدين شنو؟ هسي أمسك أي طفل برا في الشارع قل لها أهم شي في الدين شنو؟ هو غلي طفل أمسك زول كبير قل لها أهم شي شنو؟ تلقى أغلبيته يجاوب ولك الصلاة أهم شي في الدين الصلاة. تقول لها الرسول قال صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم من رواية ابن عمر رضي الله عنهما بني الإسلام على خمس. طوالي يتم معاك الحديث. تقول لها اذكر لي الخمسة دي البني عليها الإسلام أول شيء فيها شنو؟ ولك أول شيء الشهادة وتاني الصلاة وتاني الزكاة وتاني ولك الصيام وتاني نمرة خمسة ولك الحج. طيب قبل الصلاة دي الرسول ذكر شيء صلى الله عليه وسلم، ما هو هذا الشيء؟ لك والله ذكر الشهادتين. معنى الشهادتين شنو؟ امسك اي زول قول له يا اخي الشهادة معناها شنو؟ لا اله الا الله معناها شنو؟ ولك لا اله الا الله يا قال لك لا خالق الا الله ودم المعنى الكامل للا اله الا الله. صاح الخالق الله سبحانه وتعالى، لكن لا اله الا الله الاله معناها المعبود، الاله المعبود، لا اله الا الله اي لا معبود بحق الا الله تعالى. تقول له تعال شوف العبادات الليله بيصرفوها لله براو ولا بيصرفوها لغير الله. زول عتر بدل ينادي الله تلقى شغال يا برع القوم يا المكاشفي يا العباس من عيون الناس يا ود بدر من الفقر وبلاوي شغاله في البلد دي يا رجال العيلفون الاسرع من التلفون قال وقصايد شغاله والله انا بخطب في البلاد نزيل قل يا ولي الله اسماعيل. كان جات مصيبه في البلد قال لك نادي اسماعيل. اسماعيل ده ما يجي يجيب بنزين، وينو اسماعيل راقد وينو؟ ما يجي يجيب بنزين، مصيبه قاعده واسماعيل ذاته ما قاعد في البلد دي ميت هناك مات وما يسوي ما يحل المشكله والله الذي لا اله غيره. لذلك بلاوي ثقيله عقائد يا اخي. زول مات غسلوه كفنوه رفعوه اربع رجال ما قادر يتحرك وميت اصبعه ما بيقدر يحركه. ارفعوه اربعه رجال يودوا المقابر ودوا المقابر اي بعدين بعد رفعوه ودوا المقابر يصلوا عليه ويحفروا المطمورة وحفروا ود اللحد عشان تعرف البلد دي والهوس ده والموضوع ده ما قاعد يتكلموا فيه. مواضيع كلها يقول لك والسكر زاد والتاسي شربت شاي ولا ما شربته؟ والله شربته مسيخ ولا بسكر؟ والله بسكر. جيت من البلد جكة ولا جيت بعربية؟ بعربية. بقى في بنزين وفي جاز في شنو تايته؟ والله في شوية في ضغطة. الضغطة دي سببها شنو؟ الضغطة دي سببها الشرك بالله تعالى وسببها المعاصي. ما مصدق أقرأ القرآن. قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وديل اللي بينظروا يبون واحدين في التلفزيون واحد لابس لبدلة وكرافتة وجنبه بيت بيجاي متبرجة وبيجاي عمك بيغادي ولابس عمته كيف والشغلة ملخبطة ونحن نرى أن هذه المشكلة سببها طبعا والأزمة الاقتصادية. الأزمة دي سببها التزاته يا مجارمة والله الذي لا إله غيره. فلذلك درف عود المغابر حفروا المطمورة وحفروا ود اللحد ودخلوا جوا. أبوك الشيخ دخلوا جوا القبر وجابوا الطوب رك 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 كله رصوه وجابوا الطين ليسوه. وفي ناس برا طبعا ده بتاع التنظير في المغابر يقول لك في نفس هنا اديه اديه يليسك جوا شفته نفس ماف. بعد ليسوه ردموه بالتراب ردموه. تاني يمشي اخر الدنيا عتروا يا ابونا الشيخ الحقنا انت دفنته ده جقر انت مش دفنت الشيخ ذاته هاي الحقك كيف؟ انا داير اعرف ده الحقك كيف؟ انت دفنته تاني الحقك كيف؟ يمرق كيف؟ والله ده لو زول حي شفت جوا دي تاني اللي يمرق الجليل العظيم القدير سبحانه وتعالى
يا اخي مصايب يا اخي عقائد منحرفه يا اخي ناس بيعتقدوا يا اخي في السفنجة بيعتقدوا كان مقلوبه يقول لك صلحها صلحها ما تقلبها علينا يا اخي العربيه يشتروها يربطوا فوق لها شعره ورا واربطوا قرون في البيت في بيت بنطح ساوي له قرون ليه وكلها عقائد والله الذي لا اله غيره الشافع اربطوا في الكمون عقائد منحرفه يقول لك من العين تحفظه الحاجات دي التمايم دي بتحفظه والرسول عليه الصلاة والسلام قال من علق تميمة فقد أشرك فقد أشرك في مسند الإمام أحمد وفي السلسلة الصحيحة من رواية عقبة ابن عامر رضي الله عنه المرة راحت منها قريشات ولا ذهبات ماشى طوالي تركب الركشة وماشى وين يا مرة ماشى للفكيه شوف ليه الرايحة وين والله الذي لا إله غيره لأنه علمونا العقيدة دي قوماك نزاور الأولي الأقطاب ليهم نشاور منهم خفي الحال منهم مجاهر منهم عليم بالغيب باطن وظاهر وده عقيدة منحرفة قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون المرأة تتزوج لها 7 سنة ما ولدت طوال يقول لك أمشي للفكيه الفكيه ليه ولك بديه جنة يا جماعة في زول عاقل ودي مرته لراجل يقول لك دي جنة كذا تفكر في الموضوع ده بالراحة زول عاقل انت ما زوجوك ليه وانت رجل هي امرأة وأكلت وشربت وسكت ومشيت سوا تمشي يا أخي انت بعد كم سنة الله ما رزقك بدل تسأل الله سبحانه وتعالى وتعمل السبب تسوق مرتك لراجل وذاك يشوفه يقول لها دار جنة هاي هاك التراب ده أكشحه في المنطقة الفلانية تمشي تكشح التراب والترابة في خشمك في زول بيخوت مرته لراجل يقول له داك أكشح التراب ويمشي هاي التراب ويمشي خليها له مصائب والله الذي لا إله غيره وعقائد منحرفة لكن أصلوا لهم العقائد الفاسدة يقول لك كباشي كم أدى ولد في كل بلد كم حل عقد كباشي يربط ويحل في كل محل كباشي المتوكل لأمر يكل كباشي من غير مس وتفل كم أدى طفل كباشي في كباشي بدي طفل كباشي اللي أداه منه ذاته كباشي ده مش عنده أم وأبو أبو وأمه اللي أداه منه ذاته مش ذاته الدوه وذاته الدوه لأم وأبوه اللي أداه منه يا اخي الخواجات ديل بيمشوا لكباشي ما قاعد يلدوا خواجات ديل ما قال لك وبيلدوا 2 والله انا لقيت في الجريده قبل كم سنه خواجيه عندها 9 جابتهم زي الفيران جايبينها شغله شاذه جايبينها في الجريده وما ذلك على الله بعزيز دي ابو 9 دي اداها كباشي الخواجات الثانيه ديل كفار يا اخي ديل بيسيئوا الى الله تعالى يغضبون الله وبديهم قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار نجام قدام لكن هنا دي ترى هو ألد زاي والله الذي لا إله غيره عقائد منحرفة أشياء العقائد دي اللي بتغضب الله سبحانه وتعالى وللأسف الشديد الأحزاب دي زايغة منا عاملين واحد عامل فيها شجاع ونحن وهؤلاء موضوع كل واحد الكرسي شفتها دارين يقعدوا يتفنوا في الكرسي وباقي لك ديل ينقعدوا في الكرسي بيصلحوا لك الموضوع وزول يا جماعة سفته ما قادر يخليها سفته كيس بتاع صعود ما قادر يخليه صعود العفن ده باقي لكن مسكوا القروش ما بسفه والصعود سفاه ده بقى حاكم كذا انت بس اغنعني بالراحة كده وقاعد هنا دي والله وهذه البلاد ثم انه ولا بد وكذا واحدين العاملين فيها ناس دين كمان يقول لك هؤلاء ما يطبقوا الشريعة والشريعة دي في البلد دي أيوة الشريعة يطبقوها ده من الدين ما في 2-3 الشريعة يطبقوها الله قال الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور لكن الحق الأعظم حق الناس ولا حق الله تعالى ده ما سؤال انت حق الله ما تدافع عن الله سبحانه وتعالى الناس بينادوا غيره مصائب كثيرة فلذلك نحن أتينا إلى هذا المكان لندعو الناس إلى توحيد الله أولا وإلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم
وإلى أن يتركوا هذه الأحزاب والجماعات كلها، تترك كلها تبقى حر مستقيم مسلم تصلح. نحن ونقول الحاكم ما تنصحه، تنصحه الحاكم تنصحه ولو كتلك ودي وده من الدين، لكن تنصح وين؟ ده ما السؤال، تنصح وين؟ نحن عندنا ديننا الحاكم ينصح بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، وقبل بديت لك به الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله، بعد قال ولأئمة المسلمين، وديل داخلين فيها الحكام وعامتهم، تنصح عامة المسلمين. حاكم تنصحه، لكن تنصح فيما بينك وبينه. ليه فيما بينك وبينه؟ لا، الرسول قال كذي صلى الله عليه وسلم. وين قال كذي؟ في السنة لابن أبي عاصم من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وده ما كلام سياسيين، ده كلام دين والله، وده أحكام شرعية. وما بجوز لك تقول أنا والله الدين ده كله بشيله إلا القضية دي، لا، الله قال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون شنو؟ ببعض. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، فلا يبده علانية، مش تطلع في المنبر ولا في الفيسبوك ولا في الواتساب ولا دار تضحك، يجيبوا بنات صغار يتكلمن والعيشة دي بقت واحدة ونتغدى كيف وبالغت بيليغ بيليغ يا بيتي كذا يتكلم زي الناس بالغت بيليغ، وداك يجيبوه زول تخين صحة سمحة ولونه ناير والمكيف شغال ويا فخامة الرئيس ثم إنك وأنك يا جنا ذي الرجالة كذي، وإنت الرجالة دي شوف عشان أنا أتم لك الحديث وأجيك للجماعة ديل العاملين فيها رجال وبصوفونا نحن بالجبن، أنا أوريك أسي الرجالة كيف وبتختنع جوا قلبك إلا تبقى مكابر. والله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية وليأخذ بيده وليخلو به، وليخلو به دي شرحها شنو؟ وليخلو به، فإن قبل فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. ولك يا مولانا ما قادرين نصلوا، ما قادر تصلوا. قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا شنو؟ إلا وسعى. يا أخي نعمل شنو؟ ما قادر تصلوا خلاص، بلغ دعوة الله تعالى، الله بينشر الخير والناس عليك. الله جب الجاهل ده الرزق ما عارفين إنه ذاته عمنه، والله قدر ما يتضايقوا وهؤلاء ثم إنه ولا بد يا زول شغلتك دي فوق. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. والموضوع طويل جدا والشغلة دي ما رجالة والله، زول بتأسلي الحكومة دي مدي الناس تصاريح في قوانين، تمشي تتكلم في المنبر وممكن تهابشهم هون ذاتهم يخلوك وصلوا معاك في الجامع، لكن تعال أنا أوريك الرجالة جد، مش انت زول رجالة. أمشي مسجد بتاع أبوك الشيخ أعلام ضاربة وسبح مدورة، قل له يا جماعة الله كم؟ الله واحد. خلاص في الشدائد ما تنادوا الفقيه، نادوا الله، ما تنادوا الشيخ، ما تعلقوا حجاب، ما في شيخ بيعلم الغيب، ما في شيخ بيدي جنى، ما في شيخ بينزل المطر. كان ما جاك مركوب طاير في أضانك ولا عكاز في رقبتك تعال قابلني، دي الرجالة ذاتها هنا تخش كذي تبلغ الناس. وجاء من أقصى المدينة، ما قال ذكر، قال رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. ده الموضوع هنا، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وإن داير الرفعة، والله الرفعة دي في العقيدة في التوحيد، والله الله يجعلك مهاب ويجعلك من أقوى خلق الله سبحانه وتعالى يا أخي، ويرفعك يا أخي طيرة طيرة هدهد دافع عن الله تعالى. الله جابه في القرآن، والله ما شفت في سورة النمل الهدهد، قال سليمان عليه السلام ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لو أعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال هدهد، فقال أحط
بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم إلى آخر الآيات. كلب يا أخي مشى مع موحدين الله جابه في القرآن، مشى معهم سايبس وحرس وقاعد برا الكهف وكذي، جابوا بيه قاعدته ذاته قاعد بمزاج، وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. فلذلك الموضوع طويل، ودي دعوتنا التي ندعو الناس إليها، ونحن إن شاء الله نفتح فرصة للحوار والنقاش مع الإخوة من باب قوله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن. إذا كان ده حق الناس تقبل وتعمل به وما تتغيد بأي طائفة ولا معانا، نحن أبقى حر مستقيم وشوق دربك وخش المساجد يتكلم في التوحيد وفي أي مجلس يتكلم في التوحيد والله بيرفعك وتكلم. وإذا كان كلامنا ده باطل نسمع من الناس بعد ذاك نجادلهم بالتي هي أحسن. فرصة للحوار والنقاش إن شاء الله. نحن كويسين يا جماعة ولا كعبين؟ كويسين بشكلنا ذا كذي بأي شيء، ما في ناس لابدين كذي كويسين شكلنا ذا كذي واوا إلى أخي والدقن، ما في ناس بيتضايقوا ما يشوفوك أها الليلة ديل جو وإنت ما أمس جيت، ونحن الليلة جينا ده نشوف الحاصل شو والله أها وهؤلاء والدقن داس الشكل ده شنو الشكل ده شنو، وتلقاهم فلفلة بفوق انت بتسرح فوق وانا بسرح تحت، ما الموشط واحد، انت مالك زعلان ليه؟ انا داري عارف الحاصل والله الذي لا اله غيره، والله يعاين لك تحت يقول لك بالغت مره واحده، وبعد شويه تلقى ماشي ببرموده تلقى ماشي، ولك انا والله ما اشوف الناس ديل دمي بفور بفور، انا عند روز انت مالك بتفور، ولك لا والله شكلكم ده بس اللبس القصير ده بفور، وتلقى بعد شويه احضر في ريال مدريد وبرشلونة متكيف، يقول لك والله ميسي ده خطير، ميسي بيلبس لحد وين للركبة أطول أنا ولا هو، يا يفورك داك يا أنا ما أفورك، ما الموضوع واضح ولا كيف؟ والله الذي لا إله غيره. فلذلك الناس إن شاء الله تخش تحاور. تفضل.